بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، حلقه فيها حاجات كتير جدا تخص الاولمبياد، تخص النادي الاهلي، وكمان هيكون ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني، يعني ضيف مهم جدا. من المفارقات الحلوه جدا ان هو كمان لعب في الاولمبياد سنه 92، اولمبياد برشلونه، ودلوقتي في طوكيو هنعتبر 2020 الابن بيلعب. هيكون ضيف وضيفكم الكابتن ياسر ريان، يعني ابنه احمد ياسر ريان موجود دلوقتي في الاولمبياد. هنتكلم معاه عن اولمبياد برشلونه وايضا اولمبياد طوكيو 2020 والمفارقات الاب والابن، الاثنين لعبوا اولمبياد، وهنعرف كمان منه الكواليس اولمبياد برشلونه وقتها. ده هيكون في الجزء الثاني مع نجم الاهلي السابق الكابتن ياسر ريان. واحنا بنتكلم دلوقتي عن الاولمبياد، مصر دلوقتي بتفرح بشبابها، فعلا عندنا ابطال بيرفعوا علم مصر في اولمبياد طوكيو. ما شاء الله عندنا شباب، يعني حاجه جميله جدا. لما بنتكلم عن اسره التايكوندو بنتكلم كمان عن هدايا ملاك، ما شاء الله عندنا فتاه مصريه رائعه، فتاه تعبت اخلصت اجتهدت، علشان كده بنشوفها في حفل الافتتاح وهي بترفع علم مصر كمان وهي بتحصل على الميدالية البرونزية. زي ما بقول لحضراتكم، مصر بتفرح بشبابها، عندنا شباب فعلا، يعني شباب جميل، شباب مخلص، شباب يعني بيحاول دايما يجتهد علشان علم مصر يكون موجود. واحنا بنتكلم كمان عن هدايا ملاك بنتكلم ايضا عن سيف عيسى. أسرة التايكوندو ما شاء الله عاملة نتائج رائعة. لما بنتكلم في الأولمبياد، في أول يوم كانت الناس متخوفة شوية، كانت الناس قلقانة شوية، النتائج ما كانتش يعني على المتوقع، لكن تاني يوم بدأت يعني البعثة المصرية ما شاء الله تحصد الميداليات زي ما احنا شايفين. الجديدة المتوقع ان شاء الله انها هتزيد. لايحة البطولة القديمة او لايحة البطل الاولمبي، الميدالية الذهبية كان 1,000,000 جنيه، وكمان راتب شهري مدى الحياة 3,500، ده اللي هيحقق ميدالية ذهبية. الميدالية الفضية 750,000 جنيه، وراتب شهري مدى الحياة 2,500. طيب الميدالية البرونزية زي هدايا ملاك وزي سيف عيسى بنتكلم في 500,000 جنيه، وراتب شهري مدى الحياة 2,000 جنيه. دي اللائحة القديمة. وزارة الرياضة والدكتور أشرف صبحي هيتم تعديل اللائحة القديمة وهيكون في لائحة جديدة. هقول برضو لحضراتكم على اللائحة الجديدة والمكافآت المتوقعة، وده تحفيز علشان الأبطال هناك اللي لسه هيلعبوا ولسه ما حققوش، يكون ده برضو حافز ليهم كبير. البطل الأولمبي اللي هيحقق ميدالية ذهبية حسب اللائحة الجديدة هيكون 1,500,000. الميدالية الفضية 1,000,000، وما زالت الميدالية البرونزية هتكون 500,000 جنيه، ولكن هنا يعني هيكون في دعم كبير من الاتحادات، من رجال الأعمال، هيكون في مكافآت كبيرة إن شاء الله لأبطالنا.